أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: كاميرات المراقبة تفضح عملية سرقة دنيئة داخل المستشفى الجديدة. ولن إلى التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. أدخلت امرأة في حالة صحية حرجة إلى المستشفى الجديدة لتتعرض لسرقة حليها الذهبية عندما كانت سيارة إسعاف تعتزم نقلها من قسم المستعجلات وإحالتها على مصلحة خاصة للفحص بالأشعة خارج المستشفى الإقليمي محمد الخامس. ووفق ما أوردته جريدة الاتحاد الاشتراكي، فإن أحد المستخدمين استغل نقل الضحية على متن حمالة صوب سيارة إسعاف خاصة كانت أمام قسم المستعجلات، وعمد إلى انتزاع سلسلة ذهبية من عنقها وهي فاقدة لوعيها. وبعد إخضاعها للفحص بالأشعة أعيدت إلى المستشفى، فكانت مفاجأة ذويها كبيرة عندما تبين بمجرد استقبالها اختفاء سلسلة الذهب من عنقها، ما أحدث ضجة تدخلت على إثرها الشرطة وإدارة المركز الاستشفائي الإقليمي. وتبين بعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة المثبتة داخل بنية المستشفى أن السارق لم يكن سوى أحد المستخدمين العاملين لدى شركة خاصة متعاقد معها، وبعد الاتصال به اعترف بفعلته بعد مواجهته بتسجيلات كاميرات المراقبة، ما حث به إلى إعادة المسروق وطلب الصفح من عائلة المريضة.